وبالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، احنا عندنا مجموعة من الأخبار المهمة زي استقبال أكاديمية الأوقاف الدولية مجموعة من كبار علماء الهند في ندوة علمية، والنهاردة منتخب مصر لكرة اليد هيواجه المغرب في كأس الأمم الأفريقية، كمان عندنا ثلاث مباريات قوية في الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، أكاديمية الأوقاف الدولية هتستقبل مجموعة من كبار علماء الهند وعمداء كلياتها ورؤساء المؤسسات الدينية والثقافية في دورة علمية متخصصة ومتقدمة. الدورة هتعقد في أكاديمية الأوقاف الدولية في 6 أكتوبر وهتستمر لحد يوم 26 يوليو. النهاردة هيودع حجاج بيت الله الحرام المشاعر المقدسة خاتمين مناسك الحج المبرور بطواف الوداع، وتم تخصيص يوم 14 ذي الحجة للحجاج من الخارج لأداء الطواف وإكمال برنامجهم، سواء للتوجه إلى المدينة المنورة لاستكمال بقية الأيام حسب المدة المحددة، أو التوجه إلى منافذ الخروج للعودة لبلدانهم سالمين غانمين. النهاردة منتخب مصر الأول لكرة اليد هيخوض مواجهة مهمة أمام المغرب الساعة 8، وده اللقاء الثاني للمنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية اللي بتستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى والصالة الدولية في 6 أكتوبر. ولعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 24 من الدوري المصري. الإسماعيلي هيلتقي سموحة الساعة 6:30، وفي نفس التوقيت هيلتقي المصري مع فاركو، والساعة 9 هيكون اللقاء بين إم بي والجونة.